ميزة لزيادة المشاهدات على اليوتيوب، يلا نتعرف عليها مع بعض. هي الميزة جديدة وصارت متاحة للجميع. الميزة حرفيا رح تساعدنا بزيادة المشاهدات بشكل كبير جدا، وهي اختبار الصور المصغرة ومقارنتها. كانت هي الميزة متاحة لعدد محدد من صناع المحتوى وحاليا متاحة للجميع. بكل اختصار هي الميزة فيك تحط صورتين الى ثلاث صور مصغرة للفيديو الطويل تبعك، وبعدها بيتم مقارنتها واختيار الصورة الفائزة، وبالتالي اختيار افضل صورة للفيديو الخاص فيك لحتى يجيب مشاهدات اكثر ويحصد المزيد من التفاعل. كيف تفعل هي الميزة؟ بكل بساطة لاي فيديو جديد عندك أو فيديو قديم، في صفحة رفع الفيديو أو في صفحة تفاصيل الفيديو القديم ننتقل للأسفل ميزة الصورة المصغرة، وبعدها منختار الاختبار والمقارنة، ورح يعطينا ثلاث فراغات فينا نحط صورتين إلى ثلاث صور. حاليا هي الميزة غير متاحة للفيديوهات القصيرة شورتس، وهي الفيديوهات اللي تحت الدقيقة. الاختبار ببلش بعد ما ننشر الفيديو، وهو بيقترح على كل عدد محدد من المشاهدين صورة مختلفة عن الأخرى، بعدها بيقارنهم بيشوف شو الصورة اللي كانت أكثر تفاعلا واللي جذبت المزيد من المشاهدين، وبعدها بيعتمد لك إياها على الفيديو تبعك. طبعا انت فيك توقف الاختبار وبعدها تختار الصورة يلي انت اخترتها، وحتى بعد ما يخلص الاختبار ويورجيك النتائج فيك انت تعيد الاختبار او تختار صورة بكامل ارادتك. طبعا في حال كانت الصور والنتائج متقاربة رح يحط لك صورة مفضلة وما رح يقول لك الصورة الفائزة، بينما في حال كانت نتائج كبيرة وفرق كبير بينهم فبيقول لك هي الصورة الفائزة، وفي حال ما قدر يقرر شو هي الافضل او المفضلة او الفائزة رح يختار اول صورة انت حطيتها. استخدموها وقولوا لي هل فعلا ساعدتكم بزيادة المشاهدات ما اختلف عليكم الوضع كتير. واذا حابين تبداوا صناعه المحتوى وما نكون عارفانين كيف وشو بدكم تبداوا، فاكيد بنصحكم بكوميرا اكاديمي، افضل اكاديميه لتعليم صناعه المحتوى من الالف للياء. تركت لكم في الوصف والتعليق المثبت طريقه الانضمام ورابط الانضمام، وايضا فيكم تستفيدوا من كود الخصم يوتيوب 2024. وطبعا اذا وصلتوا لهون لازم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، لانه في كتير معلومات رهيبه رح تساعدكم في صناعه محتواكم الابداعي. وهلا بدي احكي نصائح سريعه لحتى تكون عنكم صوره مصغره رهيبه. حاول تختصر الكلام بالصوره المصغره وما تحط كتير نصوص، ممكن جملة من 3 إلى 5 كلمات. حاول تستخدم خطوط عريضة للنصوص. حاول تختار صورة جذابة بتعبر عن الفيديو، والأفضل تختار صورة من ضمن الفيديو وبعدها تعدلها وتعدل ألوانها لحتى تكون أكثر إشراقا وأكثر حدة. ولا تنسوا الصورة المصغرة بتلعب دور كبير جدا وبتدفع المشاهد أنه يفتح الفيديو تبعك أثناء اقتراحه من قبل يوتيوب، وكل ما زادت نسبة النقر والدخول إلى الفيديو زاد انتشار الفيديو تبعك. بتمنى تكون فادتكم هاي المعلومات وتفيدكم هاي الميزة، وانتظرونا بحلقات قادمة رهيبة رح تساعدكم جدا بصناعة المحتوى. سلامات.